مشاهدتنا مشاهدينا الكرام، مساء الخير واهلا وسهلا اينما كنتم واينما تواجدتم. نحييكم ونجدد الترحاب بكم ضمن هذا الحلقه المبشره والتفاعليه من برنامجكم عين على الحدث. عين على الحدث مشاهدتنا مشاهدينا الكرام، كما تعودتوها وكما اعتدتم معنا عليها، فهي حلقه وبرنامج كيحاول ما امكن ان يقربكم الاحداث اللي كتميز الساحه، الاحداث من طبيعه الحال اللي كتخلق الحدث في حدته، وفي نفس الوقت كنحاول نقتربوا من الحدث في عين مباشرة، في عين تفاعلية، في لقاءات، في أسئلة، وفي مجموعة من الأمور اللي غايتنا منها هو أولا توضيح الخبر، معالجة الحدث، وفي نفس الوقت إعطاء أبعاد الحدث وقراءة سياقاتها العامة. إذا اليوم مشاهدتنا مشاهدي الكرام، وحنا لبعد ساعات قليلة فقط اللي كتفصلنا باش أننا نودعوا ماشي فقط غير 2019 ولكن عشرية بأكملها، وبالتالي فهي تميزات بالحلو ديالها، تميزات بالطيب ديالها، تميزات بال يعني كل الامور ديال الاحداث اللي ميزات هاد الساحه. نتمنوا صراحه ان القادم يكون افضل، وبان هاد السنه تدخل وتهل ايضا بالصحه والسلامه والعافيه على كل المشاهدات والمشاهدين، وعلى بلدنا الحبيب اللي نتمنوا انه يواصل طريق النماء ويوصل كما كنتمناوه وكما كان يعني نترجاو دائما اننا نشوفوا مغرب حديث، مغرب يتطور، مغرب يسير الركب، مغرب من طبيعه الحال يخلق فرص الشغل وايضا يخلق الحدث في قارته وايضا عبر العالم. اذا اهلا وسهلا بكم مشاهدتنا مشاهدينا الكرام، الحدث في اكادير لا حديث هذه الايام الا على العارضه التي تجول وتصول ايضا انامل كل الفاعلين سواء الاجتماعيين، سياسيين، صحيين، ثقافيين، القانونيين، كل شيء اليوم يعني يحاول ان يضع انامله في هذه العارضه اللي الغايه ديالها احداث صندوق لمكافحه السرطان، صندوق من طبيعه الحال في مبادره اللي هي الان كتعم كل ربع المملكه، فأكادير ايضا يعني تساهم وتشارك في يعني الترافع ان صح التعبير عبر هذه الآلية الجديدة اللي هي آلية العرائد. نبغوا من خلال حلقة اليوم اننا يعني نجسوا يعني النبض ديال هذا الحدث، نوقفوا اكثر على الابعاد والسياق العام ديال هذه العارضة، خصوصا ان البارح يعني شفنا مع زميلنا سعيد اهنان استضافته من طبيعة الحال لسان الصحة ولسان الطب بخصوص يعني مرض السرطان. فاليوم نبغوا نشوفوا يعني الواقع اللي كتجي فيه هذه العارضة، الواقع العام ايضا اللي كترتبط بالابعاد المختلفة اللي كتصنع الحدث على مستوى يعني هذا الجانب الترافع. في نفس الوقت مشاهدتنا مشاهدينا الكرام، نبغوا نقربوا اكثر من هذا الترافع عبر العرائض عارضة. واش حنا اليوم في المجتمع المدني استطعنا اننا نخلقوا الحدث واستطعنا اننا نقتنعوا بان العارضه ممكن انها تلعب دور في الجانب ديال الترافع؟ واش ممكن العارضه اليوم يعني تحل مجموعه من المشاكل اللي كتعاني منها يعني الجهه، المدينه، البلديه، الجماعه، القريه، الدوار، بخصوص مجموعه من المشاكل البنيويه والمشاكل الهيكليه؟ اليوم الى اي حد استطاعت العرائض انها تسمع الصوت ديال المواطن وتعالج مجموعه من الملفات اللي عندها ابعاد مختلفه؟ اسئله ديما اخرى مشاهدتنا مشاهدينا الكرام غنحاولوا من خلال حلقه اليوم اننا نناقشها رفقه الفاعل المدني سي توفيق السميده اللي هو المنسق المحلي لعارضه احداث صندوق مكافحه السرطان. توفيق السميده اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي سعيد، شكرا على شكرا على الاستضافه. الجميل جدا، وقبل ما نخليك تكمل كلامك، هو ان المجموعه يعني فيسبوكيه تخرجين مبادرات من هذا الحجم، فاش كنهضروا على اكادير بعيون ابنائها وتخرج بهذا الشكل وبهذه الطريقه، فجميل جدا اننا نسمعوا على يعني مبادرات في هذا السياق. بالضبط اخ سعيد، المجموعه الفيسبوكيه اكادير بعيون ابنائها قامت بواحد المجموعه ديال المبادرات اللي استطعت من خلالها انها تجمع الاكاديريين وتعبئ اكبر عدد ممكن من الساكنه حول قضايا مختلفه، قضايا إنسانية، قضايا تهم الشأن العام المحلي، قضايا بيئية. بدينا في الأول الحقيقة كانت المبادرة الأولى بدينا مزيان عطينا الفرصة نهضرو شوية على المجموعة الفيسبوكية. دونك المبادرة الأولى اللي كانت مبادرة ديال المقابر، مشينا درنا واحد حملة نظافة كبيرة في مقبرة ديال تيليلا، ومن تما تشكلوا واحد الفريق اللي بقى لحد اليوم قام واحد مجموعة المبادرات خيرية، إنسانية، بيئية إلى غير ذلك. دونك ما بقيناش مازال في ذاك العالم الافتراضي. اليوم العالم الافتراضي بالنسبة لنا كان غير فرصة للتلاقي، للنقاش، لتلاقي الأفكار والتعبئة ديال المواطنين. الحمد لله اليوم المجموعة عندها واحد المصداقية
لان كيسيروها الناس واضحين عكس واحد المجموعه ديال المجموعات. غادي نرجعوا اكثر ونتعمقوا اكثر في النقاط لان مجموعه من الاسئله تطرحها والمبادره تطرح ايضا بخصوص الواقع ديال التوقيع على يعني عارضه من هذا النوع ولماذا بالضبط يعني مرض السرطان وليس امور اخرى. اكيد سنتكلم عنها وسنتحدث في هذا السياق. يحضر معنا ايضا سي نجيب البرجي الكاتب الاقليمي لفرع العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان، عضو اللجنه المركزيه وايضا المحامي بهيئه اكادير صوت القانون. مرحبا بنجيب البرج. مرحبا بكم، مرحبا على الاستضافه وكنشكركم على هذه البادره هذه اللي قمتوا بها، وكنشكروا المنسق على مساله العريضه لانها من بين الامور الديمقراطيه اللي محتاج لها الشعب، وكنشكركم على الاستضافه. اذا دورنا كنشكرك لانك حضرتي معنا في هذا التوقيت وقبلت انك تكون معنا، شانك شان مجموعه من رجال القانون ايضا اللي كيشاركونا في لقاءاتنا وكيحضروا معنا ايضا في مجموعه من المواضيع ومجموعه من القضايا اللي كتهم يعني مختلف الشرائح وايضا الشان العام يعني سواء المحلي الجهوي والوطني. اذا ندخلوا في موضوعنا على بركه الله، ولكن قبل هذا وذاك يعني نشكر كل المتتبعات والمتتبعين، شكرا للتواصل ديالكم، شكرا للتعليقات ديالكم اللي شفناها يعني بدات من البدايه ديال البرنامج، واكيد ان غيكون لنا نقاش خاص ايضا مع المشاهدات والمشاهدين من خلال هذا اللقاء. شكرا ايضا لكل من كيبارطاجي معنا حلقه اليوم لضمان وصولها لاكبر عدد ممكن ديال المشاهدات والمشاهدين. رقم الهاتف ايضا غيكون رهن اشارتكم 06037 36 97، رقم رهن اشارتكم من اجل التعبير على صوتكم، من اجل اسماع صوتكم، ومن اجل مشاركتنا هذا النقاش اللي هو نقاش عمومي في اخر المطاف. اذا اهلا وسهلا، نبدا معك سي توفيق. اذا عارضه اخترتوا لها يعني موضوع كبير جدا، وربما يعني حتى الطريقه باش التركيب ديالها صندوق مكافحه سرطان، يعني حتى التركيبه اللغويه ديال الكلمات اللي جات على المستوى ديال العارضه هو موضوع اللي فاش كنقولوا السرطان هو مرض اصلا مخيف، يعني رغم يعني ابعاده ورغم المجهودات اللي كدار رغم اللي كاين، ولكن فاش تحطوا على الصندوق ونتحطوا على الدعم يعني المالي لواحد الشريحه اللي هي الله يحسن عوانها يعني مع الدعم النفسي والله يحسن عوانها مع الواقع النفسي. اذا نهضروا شويه على السياق العام اللي كتجي فيه هذه العريضه والابعاد المختلفه اللي حاط به يعني في توجهاته ايضا في حبك يعني مواضيعه ومطالبه. السياق العام فجت العريضه ديال احداث صندوق مكافحه السرطان هو سياق وطني ماشي محلي. نعم. كاين لان اليوم كاينه لجنه فيها باش نذكروا بها، كاينه لجنه العريضه مشكله الوكيل ديالها هو الاستاذ عمر شرقاوي اللي هو استاذ ديال القانون الدستوري بجامعه محمديه. كان نقاش عام في منصه التواصل الاجتماعي لان مؤخرا كما كيعرف الجميع الحالات ديال الوفيات كثرت، ومؤخرا كانوا حالات اللي كانت اليمه ديال الشباب اللي كيمشيو في ريعان الشباب ديالهم. دونك كان نقاش وكان انه ضروري يتلقاو شي حل. دونك كان نقاش وكان اللي بادر الحق هو الاستاذ عمر الشرقاوي باش كل حاجه نحطوها في السياق ديالها، انه قال علاش ما نقدموش مقترح قانون لرئيس الحكومه، ومن ثم جات الفكره ديال العريضه، علاش ما نمشيوش بعريضه اللي كيخولها القانون 44 14. ومن ثم بدا الفكره، بدا النقاش، تشكلت اللجنه، تمت الصياغه ديال واحد المجموعه ديال الوثائق اللي منهم العريضه اللي هي مدروسه بواحد الطريقه اللي قانونيه وفيها واحد الاشاره لمجموعه ديال القوانين هذا، وفيها اقتراحات كذلك حتى من ناحيه التركيبه ديال التمويل ديالها الى غير ذلك. دونك السياق العام هو هذا. حنا كمبادرين في اكادير بما اننا عندنا تجربه ديجا في هذا الشيء ديال العرائض ما فيها باش نعاود نذكروا شويه بالعرائض اللي درنا. غادي نتكلموا عليهم اكثر، لكن فقط غير المساله ديال الديجا. تفضل. كنا من المبادرين الاولين اللي انخرطوا في هذه العريضه الوطنيه. دونك اكادير، واليوم الحمد لله اكادير كتعتز بانخراط الساكنه فيها، لان تقريبا من المدن الاولين اللي منخرطين وتعبئه كبيره كاينه في اكادير. نعم اذا صوت القانون، يعني انا نبغي ما بيش نتعمق من الاول في العريضه، ولكن نبغوا نحطوا السياق العام ايضا، يعني ثقافه العرائض، يعني باش ان تولي عندنا اليوم يعني المجتمع المدني يفكر بهذا البعد بانه ممكن انه يترافع، ممكن ايضا انه يدير عريضه، ممكن انه يوصل المسؤول وغير مجموعه من الامور، وفي نفس الوقت ايضا ممكن انه يقترح بهذا البعد الاقتراحي اللي ممكن ان يعطيه هذا النفس ديال العريضه. اذا العريضه في الدستور المغربي، في الواقع القانوني، في التفاعل ايضا ديال المجتمع المدني، كيفاش ممكن نقراوها سي نجيب البرشي؟ نعم، بالنسبه للقانون، القانون التنظيمي للعرائض 44 14 هو امتداد وتطبيق للفصل 15 من الدستور.
هذا كيدخل في الإطار نتاع روح الدستور وروح تطبيق القانون وروح مشاركة المواطن في الشأن سواء المحلي أو الوطني. والهواجس الأولى ديالته أو المنبع الأول تاعو كان في الإطار تاع الخطاب الملكي تاع مارس 2007. صاحب الجلالة كان أنه كيقول بهذا بالعبارة بأن الديمقراطية التمثيلية غير كافية. لابد من ديمقراطية تشاركية. الديمقراطية التشاركية هي مشاركة الشعب حتى هو في الهم وتاع التسيير تاع الشأن المحلي والشأن والشأن الوطني. بمعنى أن الوصول لهذا القانون التنظيمي تاع 44/14 وصلنا لواحد النوع نتاع الحقوق. اللي كتمس حقوق الإنسان سواء فردية أو جماعية. وما بقاش المواطن منعزل على الشأن ديالو أنه كفاعل تطبيقي فقط، ولكن أصبح تفتح له المجال أنه يشارك يشارك في التدبير سواء المحلي ديالو أو الوطني أو حتى في المسألة تاع التشريع. لأن كاين هذا القانون تاع 14/44 كيخص العرائض، وكاين القانون تاع 14/64 اللي كيخص أنك تعطي حتى اقتراحات في المجال تاع التشريع. بمعنى أن المواطن حاليا ولا مسؤول على ما يتم تدبيره داخل المنطقة، والدليل هو الآن شمعنا العرائض اللي وقعت في أكادير. أنا ما بقاش الجماعة الترابية أنها بمعسيل على الساكن وأنها كتقوم برامج أو وكيبقى سميتو المواطن كيتفرج وكيشوف ويستنكر وما عندوش شي آلية اللي يخدم بها. دابا الآلية موجودة ومبسطة، بمعنى تقديم العرائض تعطاها واحد القانون التنظيمي اللي هو كيحميها من جميع كيحميها وكيحمي هذاك المواطن، وما كيتطلبش فيها شي امور اللي هي كثيره. انا تسعود الناس ممكن انهم يشكلوا واحد اللجنه لتكوين هذه العريضه، اختيار واحد رئيس واحد وكيل العريضه. هذا وكيل العريضه من حقه انه يحط واحد قانون تنظيمي اش بغى في هذيك العريضه، الهدف منها، وخصوصا ان باش نعرفوا هذه المساله تاعت الهدف، لان كاين مجموعه تاع الشروط. الهدف يكون منفعه عامه اللي كتنفع جميع الساكنه. حاليا هذا الظاهره تاعت العرائض بقى قليله، باقي ما تعطوش لها الناس بواحد الشكل اللي هو موسع، وباقي ما كاينش الاقبال عليها بشكل اللي نسميوه ممارسه ديمقراطيه تشاركيه حقه. نعم، غادي ارجع عندك سي نجيب، لكن عن شي تطبيق سميده. اذا علاش هذا الخجل في التعامل مع العرائض؟ يعني فاش كنهضروا على عريضه كنهضروا يعني الصوت يعني ممكن انه يوصل بواحد القوه، ممكن ايضا نعبروا على واحد المجموعه من الامور ديالنا تجاه واحد القضيه معينه ولا تجاه واحد الواقع معين، لكن علاش المجتمع المدني وفق الارقام الرسميه اللي كتعطى باقي مازال يعني واش كاينه اشكاليه ديال صعوبه الوعي؟ واش كاينه اشكاليه ديال الصعوبه القانونيه اللي مرتبطه ايضا بالاعداد الوثيقه؟ ام كاينه امور اخرى اللي خلات المجتمع المدني اليوم ما تشوفوش منه ذاك الكم وذاك الزخم ديال العرائض اللي كنا كننتظروهم مجرد ما تم الاعلان على القانون؟ بالضبط اخ سعيد، هو اللي كاين اليوم هو اننا بصدد واحد التمرين جديد في ثقافه سياسيه في المغرب اللي هي مبنيه على العرائض. مازال احنا اللي لاحظنا عبر هاد العرائض كاملين اللي كان العدد كيتزاد في كل مره، وكذلك كاين واحد الوعي حتى هو اللي كيتزاد عند الساكنه. ما نساوش ان هاد المكسب هذا راه مازال جديد، راه 2011 بالنسبه للقياس ديالو في الزمان كنقيسوا الدستور، راه مازال فتره مزيد، ولكن التمرين ديال واحد 8 سنوات. يعني فاش كنقول 8 سنوات يعني بقات عامين واللي صافي يعني قابله للتقييم. لان كاين واحد شويه ديال انعدام الثقه، انه كتقول واخا انا غادي نصيب هذا الشيء كامل، واش غيقبلوه ولا ما يقبلوه؟ واش ياك ما غادي يتم التاويل ديال هاد العريضه في شي هذا، ياك ما غاتمشي في شي اتجاه. كاين واحد المجموعه ديال التخوفات، الى انه انا باعتبار الممارسه ديالي الميدانيه في هذا الشيء ديال العرائض انه الناس كاين وعي حقيقي انه اليوم انت كمواطن عندك الحق انك تمارس مباشره تمارس واحد الحق اللي عطى لك الدستور واللي كتلزم به المؤسسات لا محليا ولا وطنيا ان تاخذ بعين الاعتبار ذاك المطلب ديالك. دونك انا في اعتباري وهذا تقديري الشخصي انه نحن في حاجه الى تكثيف هذه الممارسه من اجل انه يكون واحد الوعي جماعي بهذه الامكانيه اللي متاحه دستوريا.
لانه ما كاينش غير الجماعه ولا المجلس الاقليمي ولا الجهه، اليوم راه وطنيا بما فيها المؤسسه التشريعيه البرلمان. دونك كاين واحد الامكانيات جداد، اظن ان الثقه غادي تكتسب وغادي تزداد بفعل الممارسه، وهذا هو الدور ديالنا حنا كفاعلين مدنيين، اننا تكون عندنا واحد، واللي اهم في هذا الشيء هذا وتكون عندك مصداقيه الناس اللي كيديروا العرائض، لان بعض المرات كيكونوا حالات استثنائيه باش ما نقولوش، ويتم استغلال العرائض في لمآرب اخرى غير التي كانت موجهه لها اساس في البدايه. دونك قضيه المصداقيه اليوم كتلعب دور كبير الحمد لله، من خلال ثلاثه ديال العرائض اللي وصلنا اليوم، دابا هي الثالثه الحمد لله، كاين واحد الاجماع انه تقريبا الناس كتشارك من جميع المشارب، من جميع الاحياء، من جميع الطبقات الاجتماعيه كتجي وكتساند بقوه. وانا بالنسبه لي غادي في طريق صحيح، يجب فقط تكثيف العرائض انا باش يمكن تكون ثقافه جماعيه. نعم، اذا سي نجيب، يعني شنو الذي ينقص، يعني شنو اللي كينقص اليوم المجتمع المدني باش يعني يلعب هذا الدور ديالو في علاقته بالعرائض؟ اليوم حنا هضرنا على المسطره القانونيه، ربما يعني ايضا حتى الدستور، ربما وايضا حتى الجانب القانوني هو يبسط هذه المساله ديال العرائض، رغم ان يعني كاين واحد المساله اللي هي صعيبه فاش كنقولوا عريضه غادي يطيح واحد القانون معين او غادي تسقط واحد او غتعالج واحد الظاهره معينه، لكن ما الذي ينقص اليوم المجتمع المدني باش يلعب الدور ديالو في هذا السياق، وخصوصا ان لهذه المسؤوليه التاريخيه اللي مرتبطه بتقديم عرائض؟ يمكن نجيك من الاخير. نعم، الحاجه اللي غنوصل ليها في الاخر نقولها لك من الاول، انه لا بد من النتائج. نعم، ظهور النتائج، لان ظهور النتائج هو الذي سيشجع الناس على ممارسه الديمقراطيه المتاحه لهم. حاليا العرائض قليله، مساله الثقه قليله، ومساله اخرى انه حتى مساله ملي كنمشيو كنقولوا بان المصلحه العامه قد تقصي جانب وجانب اخر يعتبرها مصلحه عامه وجانب اخر ما كيعتبرهاش مصلحه عامه. بمعنى باش توحد هذه الرؤى هذه في واحد الجانب اللي كتقول بانه راه مصلحه للمدينه او المنطقه او الجهه او الاقليم، وكتقول بانني غادي ندير فيها واحد، غادي ننجز عليها واحد العريضه باش يستفد الجميع. هل الجميع مقتنع بديك الاستفاده؟ واش ديك الاستفاده كتهمه هو شخصيا او لا تهمه شخصيا؟ بمعنى مساله المنفعه العامه لابد من توحد، لابد المشاركه نتاع المواطن يعرف، خصنا حاليا راه خص واحد النوع تاع التعبئه، يعرف المواطن بانه راه ولا عنده الحق في المشاركه تاع تدبير الشان المحلي ديالو، راه باقي ما عارفينش الناس هذه المسائل هذه. اضافه انه باقي الناس كاين واحد المساله ما كيعرفوهاش، كيقولوا يمكن راه كاينه صعوبه باش ندير العريضه ونوصل الصوت ديالي لرئيس الحكومه او لرئيس الجماعه الترابيه او لرئيس المجلس الاقليمي، او باقي عنده ذاك النوع نتاع ديك الصعوبه. ولكن كون رجع للقانون وكانت واحد النوع تاع التعبئه راه ولات باجالات. نعم، راه تلقي مثلا رئيس الحكومه تلقيه لواحد العريضه راه كيشدها كيحيلها على واحد اللجنه اللي هي خاصه سميتها لجنه العرائض، راه كينظمها قانون تنظيمي. اللجنه اعتذر، هذه اللجنه تاع العرائض او دراسه العرائض كتدرسها. الدراسه الاولى اللي كدير ليها كدير دراسه بعدا واش مستوفيه الشروط القانونيه. ملي كتستوفى الشروط القانونيه كيولي مسؤول هذيك اللجنه العرائض كتعطي اقتراحات كتعاود تحيلها على رئيس الحكومه. رئيس الحكومه كياخذ دوك الاقتراحات وهو ملزم بواحد الاجال باش يجاوب هذاك وكيل اللائحه على النتائج اللي تبخضات عليها هذيك العريضه، انها واش غادي ناخذوا بها او غادي نبرمجوها في واحد الاجال قريب، او اننا غنطبقوها او ما غاديش نطبقوها. بمعنى ناس شركات قبل الدستور 2011 كانت مجموعات الشكاوي، كانت مجموعات تاع الناس كتقدمها وما كتلقاش ليها جواب. حاليا لا، رئيس الحكومه ولا رئيس الجماعه الترابيه ولا رئيس ملزم انه يجاوب في واحد الاجل محدد، سواء بالايجاب او بالرفض. والا كان بالايجاب لا بد ما يبين لهذا المواطن اللي تقدم بهذه العريضه اشنا هما الاجراءات اللي غتاخذها الحكومه او الجماعه الترابيه، خصو يوضحها. والى رفض خصو يعلل الرفض ديالو علاش ترفضات. بمعنى المجتمع المدني انا باش كنقول انه باقي بعيد، هو خصو ينخرط.
خصو ينخرط في هذه العمليه، وهي عمليه دستوريه محضه ديمقراطيه، وكترسخ حقوق الانسان بمعنى الكلمه، لان المشاركه تاعته مفتوحه وبالقانون. نعم. اذا ربما الجانب ديال التحسيس يعني والتوعيه ايضا، واللي خاصها ربما لان اليوم احنا نبحث عن جانب تكويني، نبحث عن جانب تاطيري، كنبحثوا ايضا باش حتى ان الجمعيات يعني انها تستوعب الدرس وانها تقوم بالدور ديالها يعني في هذا السياق. قبل ما نجي عندك يعني سي توفيق، نبغي ان نشارك معنا ايضا المشاهدات والمشاهدين، الرقم الهاتفي 06-03-37-96، اعيد الرقم 06-03-37-96، الرقم راه اشارتكم مشاهدتنا مشاهدينا الكرام، من اجل المشاركه، من اجل ايضا الادلاء بارائكم بخصوص يعني شنو اللي اخر يعني الجمعيات، او شنو اللي كيحيل بدون ان الجمعيات يعني تقوم بهذا الدور ديالها وانها تبنى مجموعه من العرائض سواء على المستوى المحلي او الاقليمي او الجهوي. معنا مجموعه ايضا من التعليقات اللي جات على المستوى ديال الصفحه ديال القناه ريمال تي في اوفيسيال. يعني شكرا سي حميد بوشتاوي، سي محمد كيماوي، سي اوليد علي، جاكوب كيقول بالتوفيق للجميع، لكن اليس غريبا سياسيا السياسيين يوقعون العارضه وما دورهم داخل الاجهزه السياسيه والبرلمان؟ غريب هو حال بعض السياسيين ديالنا. دي السؤال بطبيعه الحال غادي نجيو عليه وغادي نقدموا عليه وغنتكلموا عليه اكثر. شكرا السي تونسي أطروش مريم عطروش، ميري مريوما، يعني مولاي علي إدرار كيقول بادرة تستحق تنويه، وشد على يد المنظمين وأقول لهم بوركتم وبورك عملكم الراقي والمتميز دوما. تحية لهشام صنهاجي، ياسين أريحماد، نور الدين حميمو، محمد صافا كيقول عدد موقعي المتزايد بأكادير بالمقارنة مع بقية المدن، هل يعني أن أكادير بها مجتمع مدني حي؟ هذا سؤال أيضا يدخل ضمن البرنامج. لماذا يعني سؤال لماذا تمركز العريضة بأكادير ولماذا لا يتم فتح منصات في كل نواحي مدينة بنسرقاو؟ تحية المحجوب أزكان، علي المتوكل، ليس الخجل كيقول محمد الكيماوي في التعامل مع العرائض، بل التحفظ من أن تكون العرائض تحمل بيناطياتها تصفية حسابات شخصية أو سياسية حزبية، إضافة أن بعض مواضيع العرائض تكون عشوائية أو لها أهداف غير التحسيس والتعبئة والتوعية. تونسي عطروش ايضا تحيه ليه. مولاي علي ادرار كيقول اتمنى الا تتوقف العريضه في يوم 10 يناير وان تستمر الى نهايه الشهر مع مواكبه ذلك بحمله توعويه في جل وسائل التواصل، مع تحياتي وتقديري للمشرفين على هذه العمليه الراقيه والهادفه. حياه سالي كتقول تحياتي سي توفيق سميدار مناضل ومنسق الجهوي، وتحيه عاليه لكل اعضاء مجموعه اكادير بعيون ابنائها. اذا شكرا لكل يعني المشاهدات والمشاهدين بطبيعه الحال والمدونين ايضا اللي كيتفاعلوا معنا في حلقه اليوم. دائما رقم الهاتف 06-03-37-96 رقم رهن اشارتكم. اذا رجع عندك سي توفيق سميده. سي توفيق يعني اليوم ندخلوا لهذ العريضه اللي اليوم حنا بصددها، واللي اليوم يعني التوقيعات يعني تتهاطل عليها من يوم لاخر، ربما تتحدثون عن ازيد من 5000 توقيع اللي وصلتوها في النهار الاول من هذا يعني من هذا العريضه ومن هذا الحمله. السؤال اللي نبغي نعكسه يعني هذا الاهتمام بهذا التوقيع يعني باكادير، وحنا كنعرفوا بان هذه عريضه وطنيه مقارنه يعني مع مدن اخرى، مقارنه مع اقاليم اخرى، واش فعلا اليوم كيعكس بان هناك وعي على مستوى المجتمع المدني وايضا على الفاعلين السياسيين والجمعويين والمدنيين باكادير بخصوص هذه الظاهره وبخصوص ايضا العريضه بصفه عامه؟ لا يمكن يوم اعتبار اكادير انها رائده في هذه القضيه ديال العرائض، لان كاين واحد التمرين كما قلت لك سبقنا ديجا كاين عرائض، وكاين حتى عرائض على مستوى جامعات قريبه بحال التشيره داروا فيها ديال طالبوا بملاعب القرب واستجبت لهم الجامعه، دونك كاين واحد التمرين اللي هو مكثف في اكادير، لان تقريبا في عام واحد راه دابا وصلنا العريضه الثالثه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى علاش اكادير في هذه العريضه هذه كانت سباقه؟ لانه انخرطنا فيها بجديه من نهار الاول، وحنا قلت لك كنشتغلوا كفريق ماشي واحد. من نهار الاول غير تحطت العريضه حنا كنا ديجا بادين وديجا متمرسين، والفريق كله عاوتاني كيتطوع. هذا هو اللي جميل في اكادير، هو كاين واحد التطوع هائل زعما من عند الناس والساكنه بصفه عامه، وكاين وعي كبير. اضافه ان هذه العريضه بالضبط ما تحمله كملتمس هو يمس الجميع. اليوم لا يخفى عليكم ان الحالات ديال مرض السرطان
كتقيس جميع العائلات، ما يمكنش ما تسمعش شي عائله شي حاله ما كايناش. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى حتى في المجموعه ديالنا ديال اكادير بعناية ابنائها تعرضنا ماشي مره مش جوج الحالات، وكنا مجبرين ان نطلبوا الناس باش نوفروا الدواء لبعض الحالات الاجتماعيه اللي كانت حقيقه مؤلمه وما قدرناش نصبروا. وين كنقولوا حتى لمتى؟ دونك ملي جات هذه العريضه هذه قلنا واقيلا غادي يجي مع الفرج في خطره وحده، وانخرطنا بطريقه اوتوماتيكيه كما القاعده ملي كيكون الهدف نبيل. نعم. دونك بالنسبه لاكادير هذه القضيه بغيت غير نجبد مثال انه هنا خاصه في سوس هذه المسائل ديال التضامن مع المرض راه كاين واحد كاين واحد واحد زعما واحد 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 التضامن كيكون كبير. كاين بعض الدواور هنايا قرب في وسط سوس اللي كتكون العائله في الاول كتساند المريض، كيبدا المريض كيبيع الاملاك ديالو، كتبعوا العائله ديالو كتبيع الاملاك ديالها، من بعد الدوار كامل كيبيع الاملاك، كيكونوا مجبرين انهم يهاجروا البلاصه ديالهم يجيو للمدينه ويخدموا ب 50 60 70 درهم في النهار ويعيشوا في احياء هامشيه الى غير ذلك. دونك حالات اللي هما خطيرين وعطاو هذا الحس الانساني لهذه المنطقه. بلا ما نهضروا راه كاين نماذج كثار فهادشي ديال التضامن. دونك اكادير اليوم انخرطت من نهار الاول والحمد لله كاين حتى مواكبه اعلاميه باش ما نساوهاش، مشكورين بما فيهم ريمال تي في اللي واكبتنا في العرائض كاملين تقريبا، وهذه العريضه هي كتعطينا مساحه اننا نتواصلوا مع الناس، لان حتى هذه القضيه ديال التواصل الناس كيكونوا في راسهم في الاول ما عارفينش محتاجين نفسر لهم، وحنا هادشي اللي كنحاولوا نقوموا به اليوم عبر المنبر ديالكم ريمال تي في. نعم، وخا ناخذوا معنا مكالمه هاتفيه. ينضم لنا ايضا زميلنا وصديقنا سي محمد الكيماوي عبر الهاتف، صوت المستهلكين باكادير الكبير. وفاش كنقولوا التداوي وكنقولوا المريض وكنقولوا الخدمه الطبيه اللي كتقدم، فاكيد ان للمستهلك راي، وبالتالي فالمستهلك يعني دفاعه وصوته. فمعنا ايضا سي محمد الكيماوي عبر الهاتف. سي محمد الكيماوي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ سعيد، احتراماتي وتحياتي للضيوف ديالك الاستاذ سميده والاستاذ الاخرين معاك، نتمنى لكم التوفيق. سي محمد الكيماوي غير سؤال، واش ما قدرتيش تصبر زعما حتى نهار الخميس زعما اللي يكون فيه البرنامج ديال مع المستهلك؟ لا وممكن... حيت الموضوع استاذ سعيد الموضوع مهم جدا. تفضل كاينين معاك جوج ديال الضيوف اللي هما رائدين شويه في الثقافه ديال العرائض، فهمتيني؟ انا بغيت نشير ليه فقط، وهو ان اولا ثقافه العرائض ثقافه صحيه. نعم. فهمتيني؟ ولكن كنا كنتمناو انها تبان. فهمتيني؟ في من قبل ب 10 سنين ولا ب 2 سنين على الاقل من قبل. نعم. جات شويه متاخره ولكن وقت ما جات كتنفع. انما هناك مجموعه ديال المثقفين قبيله، ناقش الاستاذ سميده قال لك هذا طلع الخجل، ما كاينش خجل في التعاطي مع اللي كاين، وهو فقط ثقافه العرائض باقي لن تستمد القوة ديالها والوعي ديالها الكامل، باقي تحسب تحط بعض الخطرات في خانة الحسابات الحزبية تصفية الحسابات الشخصية، تحط مواضيع مثلا غير تصفية الحسابات، مثلا ديال السرطان، هذه ديال السرطان عوض ما يكون مثلا تكون عريضة ديال صندوق السرطان، هذه مهمة جدا، عريضة السرطان ديروا مثلا أول بعد المرصد. لاننا كنمشي للسبيطار وكنتعامل مع مرضى السرطان وكندير عده زيارات تما وكندير تدخلات، ما كاينش مرصد السرطان ما عرفناش بالضبط شحال عندنا وشنو كاين، وهذا راه خطا كبير كيخلي المجتمع المدني غامض ما كيعرفش بالضبط اشنو ماذا يصيب المنطقه. اضافه ان العرائض كاين القانون اللي كينظمها بالتفق معك، ولكن كاين هناك ما اخر ما هو اخطر واكبر من العرائض. مثلا علاش ما ندخلوش في اطار اللجان الجماعيه، فهمتي، ونعطوا الراي ديالنا، لان الدستور كيسمح بها، يكون واحد النوع في الانفتاح. دابا هما هناك ما يسمى الحكومه المنفتحه، فهمتيني، فتحت واحد مجموعه ديال المجالات، اطار مراقبه ديال الميزانيات ديال الجماعات ديال الوزارات ديال المجالس ديال هذا كيفتح لنا مجال اكثر في الانخراط، انخراط في التكافل وانفتاح تاع مجموعه الجماعات عن الجماعات المحليه وعن المجالس الجهويه واللي ما حتى مع الوزاره باش نعطوا الراي ديالنا في عده مواضيع، لان بقى كل واحد كيحكم ولا جهه كتحكم والاخرى كتبقى تنفذ عليها. التسيير ديال الثانيه التسيير تما المغرب يعني دابا كيعتمد على التعاون ديال المجتمع المدني، مشاركه اشراك المجتمع المدني معاهم هما، اذا ما بقاوش غير في سياسه العرائض التي هي ضيقة، نمشيو نفتحو هذاك المجال أكثر، فهمتيني، لأن عاطينا شي في المغرب، سيرتو حنا في المنطقة هنا، دائما كيكون واحد النوع التحفظ، كيقول لك لا راه الانتخابات قربات،
فهمتي كلشي كيولي بغاو يكون مصلح اجتماعي كلشي علاش ملي جابوها اكثر الانتقادات كتكون اكثر من البنات حنا ندير علاش ملي دار برنامج تكون واحد الكوميسيون تكون مجموعه ديال الفعاليات يتجمعوا ويدير واحد اللائحه واحد الجرد باللائحه ديال النواقص اللي كاينه اطار البنيوي ديال التنميه في المدينه سواء الناحيه الاجتماعيه ولا الماليه ولا الاقتصاديه. اذا الرساله ديالك الرساله ديالك سي كيماوي كيماوي الرساله ديالك واضحه وربما يعني يعني بان الاساس هو الاشراك ديال المجتمع المدني في مجموعه من المبادرات وايضا حضورهم ايضا على المستوى ديال واحد المجموعه من الاشخاص. اذا شكرا سي كيماوي بعدا على الحضور ديالك، شكرا على التدخل ديالك، وشكرا ايضا على التواصل ديالك. اذا شكرا سي محمد الكيماوي. رجع للضيوف ديالي الكرام داخل الاستوديو داخل البلاطو. اذا مجموعه من الملاحظات ربما اللي سمعتيهم يعني سي نجيب يعني خصوصا يعني من سي محمد محمد الكيماوي خصوصا الحضور ديال المجتمع المدني، حضوره ايضا في واحد المجموعه يعني من يعني من المجالس، واقبل من هذا يعني غياب مرصد اللي اليوم يعني يعنى بهاد الشؤون ديال هاد المرضى ديال السرطان. يعني اليوم واش هاد الصندوق اليوم اللي غادي يكون اليوم حنا كنتكلموا فيه على دعم وحنا نعي جيدا يعني الحاله والمشاكل اللي كيعاني منها المواطن، على اعتبار ان المغرب يصنف فيه يعني مرض ديال السرطان بانه مرض قاتل. اللي خدينا مثلا في فرنسا ربما يعني اللي كاين فيها واحد الدعم على الاقل اللي كيلقاه ذاك المريض يعني على المستوى ديال الاستشفاء اللي ربما كيوصل 100% ديال الاستشفاء يعني من ناحيه الدعم المالي، كيبقى ليه غير الجانب النفسي، ربما الجانب النفسي مع الوقت غادي يتغلب عليه. لكن حنا في المغرب اليوم نفكر يعني بان كاينه يعني للاسف خاصك تخضع لواحد المجموعه يعني من المراحل ديال التطبيب، ربما كما سمعنا يعني خاصك تبيع الدار ديالك، خاصك تبيع الطوموبيل ديالك، خاصك تبيع. عندنا بطاقه ديال الرميض يعني الناس اللي الدخل ديالهم يعني محدود ما كتكفلش ليهم يعني واحد المجموعه من الامور. اذا بالتالي فاليوم يعني حضور ديال المرصد او حضور ديال الصندوق شنو ممكن انها تضيف هذه المبادره من زاويتكم يعني سي نجيب يعني البرجي الكاتب الاقليمي لفرع يعني كاتب اقليمي لفرع العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان، شنو ممكن انها تمدل يعني لهاد المرضى وشنو ممكن ان تضيف لهم وشنو ممكن ان تعطيهم يعني خصوصا وحنا اليوم كنتحدثوا على طلب تحديد يعني صندوق لدعم هاد المرضى بالدرجه الاولى. شكرا على السؤال وشكرا للسيد الكيماوي على المداخله ديالو في المكالمه اللي حط الموضوع في الفعل من مجموعه تاع الجوانب اللي كانت مهمه. المساله كما قال الاستاذ السميده حنا راه في واحد الاطار تاع واحد التمرين ديمقراطي حاليا. دابا كنتحدثوا وكندافعوا على خلق واحد الصندوق خاص نحاربوا به داء السرطان، هذه كخطوه اولى. تسير تاع الصندوق او طريقه الانشاء او طريقه الاستفاده تاع المرضى منه هذه غتجي هذه مرحله تاليه اللي غادي تجي من بعد. حنا الحدود الساعه العارضه كتحد على الاقل ان غير هذاك المريض بالسرطان، وحنا كنعرفوا هذا المرض تاع السرطان كمرض فتاك، يمكن راه اي عائله الا وعندها واحد المريض من هذا النوع تاع هذه الامراض نتاع السرطان وكتعاني، كاين اللي كيعبر وكاين اللي كيعاني في صمت. نعم. ما كنعرفوش وكاين اللي ما عرف حتى اشنو عنده. نعم. حتى اشنو عنده. بمعنى حنا الصندوق على الاقل هذا الصندوق راه ما غاديش يكتفي غير بالعلاج، راه غيكتفي غادي يكون حتى التوعيه، مساله التحسيس، مساله التوعيه. الناس تخرج من الصمت ديالها، ونعرفوا لانك إذا كانت التوعية والتحسيس كون على يقين بأنه حتى الأموال اللي غترصد في هذا الصندوق هذا ما غاديش تخسر منها بزاف، لأن غادي نقدروا نداركوا المرض قبل ما يكون فتاك وما غاديش نخسروا عليه أكثر. بمعنى التوعية والتحسيس هذه راه من 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 من, من الواجبات الأولى اللي خصها تدار، ونقدروا نديروها حتى حاليا قبل كاع خصنا نديروها. راه المجتمع المدني راه كاينين فيه الناس أخصائيين في هذا المجال اللي غادي يعرفوا وغادي يحسوا الناس بالخطوره تاع هذا المرض والخطوره تاعته حتى في النفقات تاعو اذا تفاقم في الانسان. بمعنى الصندوق ما نقدروش نتحدثوا عليه حاليا كيفاش غادي يتسير، ملي غتكون بعد الموافقه ان شاء الله على العريضه ويكون هذا الصندوق هذا راه غادي يكون له واحد القانون التنظيمي ديالو، كيفاش غادي يتسير، شكون اللي غادي يستفد منه، طريقه الاستفاده منه، يقدروا يدخلوا فيه فاعلين اخرين اللي غادي يشاركوا فيه. راه ماشي المساله تاعت اموال، راه كاين الناس اللي غادي تقدر تطوع، راه غادي تقدر تكون كما قال السي الكيماوي دواه على لجان انا كنقولها راه عريضه، راه اللجنه نيت هذه حداتها في حداتها اللجنه. نعم. الا درنا العريضه اليوم حطينا العريضه اليوم ديال انشاءات الصندوق،
راه من حقنا نشاركوا حتى في التنظيم ديالو ونعاودوا نشاركوا حتى في التسيير ديالو وفي الاستفاده ديالو ونقدروا نديروا حتى الاستقطاب تاع الناس اللي غتساعد كاين اللي ماشي غيساعد ماديا لكن غيساعد في حتى معنويا بمعنى يجب الاحاطه بهذا المرض من جميع الجوانب وبجميع الطرق هذه بدايه اللي كنتظروا منها ان شاء الله انها تبلور على الاقل تنجح وتعطي واحد الثقه للناس في مساله العرائض ويعرفوا بانه اليوم الى درت في السرطان غترف مجال اخر غدا غترف مجال اخر عندنا مجموعه الاشياء عندنا التعليم عندنا الصحه عندنا اكيد ان هذا سؤال اخر ربما غادي يجي معنا بحلقه اليوم لكن ناخذ معنا مكالمه هاتفيه نقول اهلا وسهلا مرحبا سيدي السلام عليكم عليكم السلام مرحبا معك صفا محمد من اكادير مرحبا بسي صفا محمد اهلا وسهلا مرحبا سيدي تنحيي الاخ سميده والاخ نجيب مرحبا هذا المشاركة هذا موضوع حيوي جدا فقط تدخل فقط سيتحدث عن ثقافة العرائد في المغرب يعني أن ثقافة العرائد في المغرب ماشي ثقافة جديدة يعني ثقافة قديمة ولكن الأساسي فيه هو أن كانت فقط من طرف الأحزاب السياسية مثلا نذكر عريضة حزب الاستقلال فيما يخص حلم الخمر ثم عريضة أخرى تتعلق بالعطلة الأسبوعية يعني خصوص الجمعة كعطلة أسبوعية ثم هناك عرائض أخرى ولكن على المستوى المحلي فهذه مبادرات جديدة يعني أنه للمرة الأولى نلاحظ المبادرات على المستوى المحلي فيما يخص الصندوق هذا صندوق حماية أو معالجة السرطان ما نتخوف منه هو أن يكون المواطن ومن سيتحمل تكلفة هذا الصندوق أن الحكومة والمسؤولين على مستوى الجهاز يجب أن يتخذوا المبادرة أولا ثم أنه باقتراح المستعجل وأنه الصندوق بما أنه سيكون وطني فنقترح كذلك أن تكون هناك صناديق على المستوى الجهوي وهذا على لمحاربة تمركز هذا المستشفى فالمستوى الجهاد كذلك هناك استعجال أنه يطلبوا من المسؤولين وخاصة ذوي النفوذ وذوي الرأسمال والتجار أنه يساهموا في هذه العملية ماديا لأنه العرائض هي مسألة أدبية ومسألة سياسية ولكن الفعل هو المسائل المادية يعني المسؤولين التجاريين والاقتصاديون والفئات اللي عندهم الفلوس هما اللي خصهم يتدخلوا الناس اللي كيستغلوا ثروات البلاد هما اللي خصهم يساهموا كنشكروا الاخ سميدة وكنشكروا الاخ نجيب على المشاركة تاعكم وتحية للجميع شكرا سي صفا محمد على المداخلة ديالك المداخلة واضحة يعني التوجه أيضا ديال طرح الأسئلة فهي واضحة درجة عندك يعني سي توفيق سميدة ربما مجموعة من المعطيات اللي تحدث عليها يعني سي صفا محمد وأيضا قبل منه سي محمد الكيماوي فكلها يعني كتصف اتجاه ديال الأهمية ديال هذا الصندوق لكن المخاوف اللي كاين اليوم حنا اليوم كنهضروا على صندوق ديال الكوارث يعني محاربة ومواجهة الكوارث الطبيعية اليوم يعني كنشوفوا بأن حتى التمويل ديالو فهو ضمنيا غادي يكون في واحد الجانب كبير من طرف يعني واحد مجموعة من يعني الفاعلين خصوصا المواطنين بالدرجه الاولى وبالتالي فاليوم يعني كنهضروا على صندوق يعني صندوق في التمويل ديالو في الافكار ديالو اليوم ما هي هذا الصندوق اللي انتم الان كطالبوا به واللي كترافعوا من شانه واش انتم وضعتوا ليه واحد المسار واش وضعتوا ليه واحد التصور يعني في ابعاده المختلفه كيفاش ممكن اننا نهضروا على هذا الصندوق في حاله الا فعلا هذه العريضه لقات يعني الابعاد ديالها وكانت لها واحد الاستجابه من طرف يعني السلطات المختصه هو اول حاجه الفكره ديال الصندوق جات لانه كما اشرت ليه سابقا هاد السنوات الاخيره كان واحد الارتفاع مهول لمعدلات الاصابه بالسرطان والحالات كاين بعض الحالات كاع خاصه مؤخرا اللي هي كانت قاصحه بالعربيه تعرفت دونك غنبقاو نتسناو غنبقاو نضرو ما غنديرو والو كان خصنا نهبطوا للميدان كمواطنين كان خصنا نديرو الواجب ديالنا دونك الفكره جات هكذا ديال الصندوق غاديش نتسناو المساهمات المناسباتيه ديال المتطوعين ما يمكنش حنا بغينا صندوق قار باش ياخذ تكون فيه المجانيه لجميع الفئات بعض الشروط اللي غتحط من بعد الاستفاده التمويل ديال اما فيما يخص بغيت نرجع لداكشي اللي قال كيماوي تسييس العرائض داكشي انا بعدا ما كنفهمش كي غندير ليها واش هاد الناس دابا واش الناس مكلخين راه عاتينا كاين واحد الاحتقار عجيب للذكاء ديال المغاربه اللي شد عندك 200 درهم ما يصورش عليك كاع مش هذاك الشيء ديال شحال هادي حتى المخزن راه بقى جاك المخزن اللي كيخلع
لا ولكن الساحه اليوم يعني وحنا كنتكلموا عليها هكا يعني واحد المجموعه من النقاشات طارت يعني على مستوى ديال الساحه العموميه خاصه على مستوى ديال الاكادير يعني مجموعه من الناس تحدثوا علاش بالضبط يعني مجموعه من الوجهاء السياسيين وبعض الناس السياسيين اللي كانوا سباقين ايضا توقيع العريضه على مستوى ديال الاكادير وهذا ربما يعني الجانب ديال الطرف خاص يكون الدور ديالو الدور ديال السياسي خاص يلعب الدور ديالو. استاذ السميده واحد الظاهره خاصك تعرفها ملي كيقربوا الانتخابات انه اي بادره انت كتدير البادره تاعت العريضه وانت بحسن نيه كتخدم فيها يقدر يجي عندك اي فاعل سواء يكون سياسي عقابي ما كيهمش انت عندك واحد لوبجيكتيف اللي خصك توصل ليه. الناس سمعت واحد السؤال اللي قال يمكن قريتيه سي محمد فاسميتو في التعليقات قريتي بانه علاش الناس السياسيين مشاو كي نعم راه السياسي راه هو مواطن في اخر قبل ان يكون نعم. سياسي وهو يشاركك هذا الهم. ممكن انك تقول لي راه هو راه برلماني ولا راه عنده الحيز تاعو فاش كيخدم. انا راه كنتوجه بالعريضه كنتوجه بها لرئيس الحكومه ولا كنترأس بها لرئيس الجماعه الترابيه. هذاك داك السياسي راه في منأى عنها او انني ملي غادي نقدر نقدمها حتى لرئيس نقدمها لرئيس البرلمان او رئيس المستشارين راه كنقدمها ليه هو شخصيا هو كيحيلها على واحد اللجنه خاصة بدراسة العرائض. راه ماشي كلشي البرلمان معني بها بمعنى هو بغى يشارك فيها لدرجة أنني نقول لك حتى في, 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 في العرائض اللي كتقدم في الميدان تاع التشريع اللي كنت قلت لك القانون اللي خاص بسميته بالتشريع في الملتمسات تاع الشريعة تاع 1464 اللي كيتعطى في هذه الملتمسات. تصور أنه تقدر تعطي ملتمس أنت في الإطار تاع التشريع وتقدمه لرئيس البرلمان او رئيس المجلس المستشارين وتدرس من طرف هذيك اللجنه نتاع العرائض على اساس انه اشنا هو الموقف اللي غتاخذ من هذاك التشريع واش صالح او غير صالح أو وتقدر انت كوكيل هذيك العارضه واللي قدمتها وتراجع انك تراجع على ذاك المقترح اللي عطيتي ويقدر انه واحد من البرلمانيين يتبناه وما بقاش عندك عليه تراجع. راه هو غير منخرط كاع معاك فيه ولكن يتبناه بغى يدخلوا في واحد الريبريك نتاعت الماليه او في التشريع او في واحد الاطار اخر. بمعنى ان المشاركه ديال سياسي او برلماني او نقابي في العرائض راه كناخذوها من الجانب تاع مواطن. نعم ولكن لو ماشي من الممكن مثلا هذه العريضه انه يعني يجي مثلا واحد ممثل حزبي ويقول لك انا كنوقع بصفتي الحزبيه وانا مصعد بانني مثلا اني ترافع على هذا المسألة. لا ما كاين سي محمد راه كاينه شروط العريضه راه كتحمل واحد المجموعه تاع الشروط لانك يقدر دابا الاستاذ السميده خدام على هذه العريضه هذه راه بعض الاخطاء تسرب ليه في هذا اللي غتتم فيها ما كاينش فيه مصلحه عامه او انك تمس بالشرف تاع شي واحد او انك حاولتي تسيسها بنوع او بنوع او باخر راه غادي ترفض. نعم وما عندكش الحق فيها الطعن راه غترفض. نعم بمعنى هو راه كيبقى حريص على ذاك الجانب نتاع تطبيق هذا القانون التنظيمي. نعم ما تاخذش ذاك السياق نتاع مساله حزبيه او تمس بشي حتى حكم قضائي. إلا مشيتي كدير عريضة على واحد الواقعة اللي صدر فيها حكم قضائي وتم القضاء بت فيها راه ما عندكش الحق وتقدر أنت تاخذ كل شيء ذاك المجهود وتقدمها بجرة قلم سيتم رفضها على هذاك النقطة. بمعنى راه كاينة شروط تنظيمية اللي هي شد السياق هو اللي كاين سي سعيد في النقطة هذه باش نحسموا فيها. احنا الحمد لله عندنا واحد المصداقية في الميدان. جميع الأطياف السياسية إلا بغينا نهضروا بديك الطريقة جميعها توقع وين فاش كتوقع كمواطن بدون طباعه حزبيه. حنا اش كنديروا؟ حنا فقط من اجل بث واحد شويه الحماس في السكينه باش الناس اخرين يجيو كنحطوا التصويره كنكتبوا مع فلان جا. نعم علاش اخترنا حنا؟ هذا هو السؤال اللي يزعج البعض لان حنا اليوم تقريبا نقدر نقول لك من بدينا لدابا جميع الاطياف السياسيه بدون استثناء جميع كلها جات لبات النداء بواحد الطريقه بما فيها الناس اللي كيسيروا المدينه واللي حتى البارح درنا عريضه موجهه لهم هما على داك الشيء ديال الحجر ديال الرومبوانات وديال الطرقات. دابا فيما باش شي حاجه كاينه العريضه كتطلع العريضه. هذا هو شوف هذا هو اكبر فضل عندنا في هذا الشيء. لا هذا هو هذه هي الاليه الدستوريه تاع مشاركه المواطن. نعم الاليه الدستوريه هي هذه. نعم غير قبل ما نكملوا فتحوا هذا القوس مادام اننا فتحناه فمجموعه من الناس كانوا كيقولوا بانه ودي اليوم انتم مشيتوا السرطان يعني سرطان ما عندوش واحد الاهميه كبيره ما كيهمش الناس كاملين كاينه حوايج اخرى هذا الشيء فقط يعني ناس انا كنقول لك
هادشي اللي كيدير. ولكن حنا نؤمن كاملنا بان اليوم راه الفراطات راه واحد الحاجه مزيان مزيان. راه هذا هو فاش دويت لك واحد النقطه فاش قلت لك فاش دويت لك على المصلحه العامه. ها انت دابا توصلتي بواحد المجموعه تاع الرسائل اللي كي ناس كتبان لها السرطان ماشي مهم. ما كيعتبرهاش كمصلحه عامه، هذا ما غاديش يجي يوقع معك العريضه، ولكن كاينه شريحه اخرى اللي كتعتبرها كمصلحه عامه وكتقول لك بانهم مزيان. حنا كمجتمع مدني انا الا خديت هذاك الجانب نتاع السرطان، خذ انت ذاك الجانب الاخر اللي كيبان لك انت اكثر اهميه، خذ فيه هذيك المعركه تاعت العريضه وخدم فيه. ونقدروا نخرجوا في سنه واحده في اكادير بواحد 20 30 عريضه. نعم. كل واحد كيستقيها من الجانب اللي كتبان فيه اللي كتبان ليه فيه هو المصلحه العامه. حنا كتبان لنا مصلحه عامه هنا. نعم. اذا هذا هو الاهم سي نجيب. يعني مثلا ان كاين واحد المجموعه من الجمعيات، يعني ربما يعني سوس، يعني جاسوس ماسك كيضرب بها المثل على المستوى ديال عدد الجمعيات اللي كتنشط بها، فبالتالي كل جمعيه اللي تبنات عارضه في شان معين فالمجتمع المدني غينشط اكثر وغتكون الحركيه اكثر. تفضل. نعاود نجاوب هذه النقطه لان الاسئله ديما كتطرح حتى ولينا حنا. هذا واقع، لان اليوم انا كنشوف التعليقات هنا، يعني واحد المجموعه من التعليقات اللي لمست هذه المساله. شخصيا كنت كنتمنى ان النقاش يتم مع النقاشات يكونوا موازيه للعريضه، كيجي الواحد كيوقع هو الاول كيفتح معك النقاش، انا ذاك النقاش كتكون عنده واحد المصداقيه اكثر. حنا ماشي مشكل، غير حنا راه ماشي مكتوب عندنا تيكيتا، حنا راه كنطوعوا، راه التطوع راه ماشي شي حاجه سهله، راه كنخليو وليداتنا، كنخليو الاشغال ديالنا وكنطوعوا. اسيدي بادر، الا بان لك انت واحد النقطه مهمه فتح النقاش تناقشوا. ولا كانت اللي كتبان هذا راه دغيا كنتعاونوا كنتعاونوا. ما عندناش حنا مشكل، حنا ماشي ما مكتوبش عندنا حنا نبادروا في كل شيء. بادر السي محمد الكيماوي بالنسبه للمرصد، بادر احنا معك، حط لنا مشروع اللي يكون مقبول وتكون عنده مصداقيه، غتلقانا حنا الاولين، ما عندناش حتى شي مشكل. غير ما يمكنش ناكل اشاك فون. ولكن هذا السؤال اللي طرح المرصد راه تطرح في هذه الايامات هذه فاش كنا في خلال هذا، وطرح من الناس ديال النت ديال 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 قطاع الصحه، قال لك اسيدي موازاه مع هذا نديروا واحد المرصد جهوي. نرجع قضية ديال التمويل حتى هي مهمة. نعم. دونك باش نتفاداو تكون ارتجالية ولا نعولوا على الإحسان العمومي ولا هذا، كاين اقتراحات كثار. غير هو اللي أهم هو أنه هاد العريضة كتطلب من رئيس الحكومة يخلق صندوق. ملي كتقول لي خلق صندوق لأنه يقدر من غدا. السيد رئيس الحكومة عنده صلاحية دستورية. كتقول لي من غدا يخلق صندوق، راه عنده دابا شي 50 مع 70 صندوق تحت الإمرة ديالو. يخلق صندوق الضرائب ديجا اللي كاينين دابا. واللي كاينو ان بارتي فيها كتمشي غير في الخوا الخاوي، وحنا عارفين هذا الشيء. هذا كاين دوابر اللي وصلها مهرجانات مازال ما وصلهاش الطبيب، كاين نقاش فيه. ولكن حنا خلينا استندنا على جوج حوايج، الفصل 15 من الدستور والفصل 31 الفصل 31 الفصل 31 اللي كيعطي الحق في الصحه والعلاج والعنايه، والفصل 15 بيان سور اللي هو اللي مثل هذا الشيء ديال العرائض. دونك التمويل غادي يكون كاين لي طاكس ديجا اللي كاين على التبغ على الكحول على واحد المجموعه ديال المسائل، نقدروا ناخذوا واحد النسبه معينه اللي غتمكن يكون واحد التمويل قار. هذا هو اهم حاجه، يكون تمويل قار ومستمر ودائم. لان الا مشيتي بشي حاجه اخرى هذا العام طاحت الشتاء، العام الجاي ما طاحتش الشتاء، نقدروا ندخلوا في حسابات اخرين. هذا هو الفكره وقابله، راه هادشي كلشي راه قابل للنقاش. نعم. والاساس في هادشي كامل هو ان اليوم هذا يعني العارضه اللي كانت عارضه وطنيه ماشي عارضه جهويه او اقليميه، عارضه وطنيه. وكاين ما بين الوثائق اللي عندي هنا كاين الميثاق الاخلاقي ديال المنسق، المبدا الثالث ديالو، العريضه لا تمثل اي حركه سياسيه او ايديولوجيه او مذهبيه. هذه عريضه عندها واحد القانون اطار كينظمها، واضح الشروط ديالها واضحين، انك تكون كتمتع الحقوق ديالك المدنيه، وتكون عندك نسخه ديال البطاقه الوطنيه جاريه مسجل في اللوائح الانتخابيه، مسجل في اللوائح الانتخابيه. علاش هاد النقطه هادي نقدر نستبقها؟ علاش مسجل في اللوائح الانتخابيه؟ لانك هنا كتخاطب واحد السلطه اللي هي سلطه منتخبه، واني السلطه. نعم. شكون انت اللي غتجي تخاطبني وتقول لي اسيدي الزمك انك تناقش هاد العريضه؟ شكون وانت مسجل في اللوائح الانتخابيه؟ وهنا كاين نقاش زوين ما بين النقاشات الموازيه للعرائض. وهاد النقاشات كاين واحد الوعي انه سيدي تا نهار التصويت هضره اخرى، هذيك نصوت ولا ما نصوت ولا اللوحه بيضاء، هذاك حق ديال اي واحد. ولكن اليوم هذاك التسجيل في اللوائح الانتخابيه كيعطيك فرصه انك تلزم يعني وتترافع ايضا باش تشارك باش تشارك وتكون فعال في المجتمع المدني. بالضبط. في نهايه واحد السؤال، كان واحد الاقتراح كان قالوا السي صافا،
نعم مزيان هذاك نتاع الصندوق تكون صناديق جهويه. نعم. مزيان تكون صناديق جهويه. حنا كنهضروا على التمركز الثاني. حنا مزيان حنا الحدود. نعم. الساعه راه كما قلت لك وكنعاودها حنا ديما باقيين في التمرين الديمقراطي. نعم. وحنا حتى المساله تاع الجهويه ولا تمركز وتكون عندنا الجهه تاعتنا يمكن راه الخطابات الملكيه راه كتشير لهذه المسائل. نعم. هذه بحده كتشير لها بحده. حنا بغينا الا كان هذا الصندوق سواء يكون على المستوى الوطني ولا يكون جهوي المهم تحقق الفكره. نعم لو اكثر من هذا هو اليوم فهذه مبادره يعني في النجاح ديالها ربما غتشجع مجموعه من الجمعيات انها تمشي في هذا السياق وتاخذ هذا الجانب ديال تبادر باش انها دير يعني عرائض في واحد مجموعه من المواضيع مجموعه من الملفات ربما اللي كتعاني منها المنطقه. غير باش نختم معكم ما بقاش معايا الوقت كثير نبغوا في يعني انتم حددتوا يعني ربما 10 من يناير كاخر موعد ربما قابل للتمديد. اذا زوينه القضيه ديال قابل للتمديد ديما ديما النقطه اللي قلتها سي سعيد في الاخر كنعاود نرجع عاوتاني للكلام ديالي راه خص النتائج صح حدود الساعه واش حنا حطينا هذه العريضه هذه او انا مشارك مع ماشي انا مشارك مع مرحبا مرحبا استاذ بغيناها تنجح غدا اذا تخلق هذا الصندوق هذا بناء على هذه العريضه على المستوى الوطني يكون على يقين بان المجتمع المدني غيتشجع. ولكن شنو هي الاليات ديال النجاح اللي ترصدات يعني باش ان هذه العارضه انها تؤدي الدور ديالها وان تنجح في القانون هذا هو الاساس. كاين شوف كين اليات النجاح ولا الاليات الوصول الى النجاح راه هو القانون. كاين السي سعيد اللي كاين واش كليا كاين واحد الشروط راه باينين. نعم. هذه الاولى بعدا هذه ما فيهاش نقاش خاص العريضه تستجب للشروط اللي حطها المشرع هذه الاولى. الثانيه الا كانت تعبئه الا حنا راه طامعين حنا كما قلت لك 5000 وصلنا نهار الاول حنا طامعين في مليون لا اظن ان رئاسه المستوى الوطني توصلها. احنا قلت لك دابا راه دوليه انا بغيت نقول حتى سميتو انه المغاربه ديال 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 الخارج من حقه حتى هما انخرطوا لا في القانون. نعم. في القانون العريضه المغاربه المستقرين في المغرب وحتى اللي خارج الوطن حنا توقعات بدات في واحد المجموعه ديال الدول في السويد في فرنسا في افريقيا وقدروا تستغلوا حتى على المستوى الالكتروني. نعم. تاع المستوى الالكتروني الالكتروني المشكل اللي كاين انه ذاك ديال سميتو غير المهم في 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 ميت عرفت شفت اما كاين ما احسن من السينياتور اذا السينياتور غتوصلنا للصندوق بسمو كان في السينيات غتوصلنا للصندوق هذا هو المهم بالضبط. السي سعيد اللي كاين كان بامكاننا نشتتوا اللوائح على كل حال راه في نفس الوقت جاو اصدقاء بالنسبه اللي بغى بالنسبه. نعم. اللي بغى راه كاين الصفحه في الصفحه ديالي ولا في اكاديمي بعيوني ابنائها كاين الوثائق ياخذهم شوف حتى راه ماشي اداري ولا اللي بغى يتطوع مرحبا كاين الوثائق ياخذهم يطلع على الميثاق ديال الاخلاقي باش يعرف اش كيدير وكاين العريضه كاين دليل المنسق وكاين ذاك الجدول اللي كيتعمر ويتوكل على الله يمشي للحي ديالو يمشي لعائلته يمشي للمكان ديال العمل ديالو لا هذا عمل تطوعي ما كل واحد ممكن لا يخضع ولا كاين واحد ممكن بغينا هذا هو باش نختم معكم نختم معكم سيناجي اخيره سي سعيد باش ناخذوا ناخذوا خصنا ندافعوا حتى على هذه العرائض تاخذ حتى ذاك الصبغه تاع الاعلانات نقدر دير الاعلانات في المدينه بالضبط سواء عن طريق دي بروسبكتي سواء عن طريق الشعب تعطى ممكن غير اجتهاد فقط يعني ممكن انها دار ماشي لا لا التعليق شي حاجه اللي اسمها ممكن انها حاليا كنلقاو ناس في اكادير كتقولوا العريضه تاعت نتاع خلق واحد الصندوق ما عرفش كتقولوا غير راه في حديقه بن زيدون ما عرفش واش فهمتي مي معنا راه خص التعبئه ضروري منها. شكرا سي سعيد. اذا فقط يعني نختم معكم في دقيقه لكل واحد فيكم باش توجهوا يعني المواطنات والمواطنين نداء بخصوص يعني هذه العريضه مادام ان الامر يتعلق بفعل انساني يتعلق ايضا بفعل اللي هو عنده علاقه بحالات انسانيه ان صح التعبير لان ما يمكنش شي واحد يتكلم على المرض وهو ما جاش مثلا لمركز ديال لاله سلمى وشاف مثلا يعني النساء كيفاش كيعانيو الله يحسن العوان كيفاش الناس كيجوا يعني من بعد كاين اللي كتعطاه يعني 6 شهور ديال الرونديفو كاين كتعطاه 5 شهور كاين كتعطاه 7 شهور كل واحد كيفاش كيجي وكيجي في واحد الحاله اللي هي صراحه يعني متدمر بواحد الشكل اللي هو كبير جدا وكتشوف الوجه ديالو ولا كتشوف الوجه ديالها كتبان لك بواحد الشكل صراحه اليوم كنشوفوا يعني خطاب ما يمكنش اننا نقفزوا عليه وحنا في اواخر 2019 السيده اللي خرجت مشات من قلميم ومشات حارقه باش انها توصل وتخلع على العلاج يعني في الديار الاسبانيه. حنا اليوم بغينا المواطنين يتعالجوا في البلاد ديالهم ويحسوا بالامان وهما كيتعالجوا في البلاد ديالهم ما فيها باس ان كاين واحد المجموعه من الصناديق صندوق انه مثلا يوفر لنا يعني يزرع الامل في هاد المرضى فماشي شي حاجه اللي هي غادي تعز على الحكومه او غتعز على الدوله او غتعز على المجتمع المدني اذا فقط كتبغي مثلا تكتل الجهود وبان كل واحد يكون واعي بالدور اللي خاصو يدارو. اذا في دقيقه لكل واحد منكما نداء المواطنين بخصوص هذا الصندوق يعني شكرا سي سعيد يمكن راه حتى الدعوه ديالتكم في ريمال تي في راه بادره طيبه كبيره بزاف راه هي في حد ذاتها راه نداء كبير للمواطنين في هذا الجانب
وحنا اللي الاهم عندنا ان المواطن خصوصا دابا حاليا كنخدموا على المحلي انه يوعى بهذه الثقافه وبهذه الاليه الدستوريه للمشاركه تاعت المواطن في الشان المحلي اللي كيمس سواء الصحه سواء كيمس التعليم سواء ولا ونبعدوا على ديك الحساسيات نتاع الانانيه نتاع شكون اللي كتهمني واللي ما كتهمنيش. حنا كندعيو المواطنين جميعا انهم يشاركوا وينخرطوا. انا ما كنقولش غير في العريضه تاعت ديال السرطان، ينخرطوا في المشاركه الديمقراطيه ديالته في المنطقه ديالو بشتى الطرق اللي كيخولها عليه القانون. شكرا. نعم استوفي ترى دوري سي سعيد، كنشكركم بزاف على الانخراط ديالكم معنا في المؤتمر. انا متابعين كلشي تبارك الله عليكم وكنتمنى لكم التوفيق. في الحقيقه كيدوزوا ديما كيكون ديما السنوات كيدوزوا كيجي راس العام. هذا العام هذا عنده واحد النكهه عجيبه، لان في الحقيقه حنا بصدد واحد العرس مجتمعي تضامني كبير. جا السرطان هو اللي جا في الطريق، مع ان ما كرهناش نختاروا شي حاجه خرج السرطان، لان كلشي مقيوس به. حتى حنا براسنا ما عارفينش واش مرض به ولا لا. غدا قدر البقره كان هنا مسكينه والله يعاون، شكون ما عندوش شي حالات اللي عاش معاهم بحال هكا. الله يشافي الجميع. على كل حال حنا كنتمناو هذه فرصه باش نتمناو الشفاء لجميع المرضى، وكنطلبوا من عبر المنبر ديالكم مواطنين نخرطوا، وحتى اللي بغى يتطوع معنا راه مرحبا، اللي عنده شي منطقه بغى يخدم فيها نعطوا الوثائق ويخدم يتحرك، الشروط راه واضحين، وحنا راه كنكونوا يوميا حتى غدا. حنا راه ما شادينش كونجي، ما شادينش كونجي. غدا في حديقه بنو زيدون، كاين الاخوه في انزا، كاين في بنسرقا، وكاين في تشرف، المغرب كله تقريبا راه مغطي. من 10 صباحا حتى 6 مساء، حنا كنخدموا بتناوب كفريق، كيمشي واحد ويجي واحد باش تبقى ديمومه. حتى اللي ما جا فوتوكوبيرا جبنا واحد صديق ديالنا جاب لنا واحد فوتوكوبيرا، كنديروا فوتوكوبي سير بلاص ديال لي كارت ناسيونال. هادشي اللي كان سي سعيد، وسنه سعيده لجميع الاكاديميين والاكاديميات. اذا ان شاء الله دخل 2020 ودخل بالصحه والسلامه على كل المرضى. بينا نشوفوا مغرب بدون سرطان، نشوفوا مغرب ايضا قادر على انه يزرع الامل ويزرع الحياه في مرضاه، وايضا يوفر لهم يعني كل الشروط ديال التداوي والشروط ديال التشافي والشروط ديال استعاده الصحه النفسيه والعلاج. اكيد 2020 غندخل، نتمنى ايضا ندخل بكل ما كتمنوه مشاهدتنا مشاهدينا الكرام، ونتمنى صراحه ان 2020 تكون سنه العرائض اللي من شانها ممكن انها تحقق مجموعه من الافعال. فعلا نتمناو في 2020 ان يكون المجتمع المدني واعي بالدور ديالو، قادر من طبيعه الحال انه يتحمل مسؤوليته في التعاطي وفي الترافع. ايضا كل من كاين في واحد المقر ديال المسؤوليه يقوم بالدور ديالو على احسن وجه. شكرا لكم سي توفيق السميده، فاعل مدني مستقل محلي لعريضه احداث صندوق مكافحه السرطان عن مجموعه يعني اكادير بعوني ابنائها. شكرا سي نجيب يعني البرجي الكاتب الاكاديمي لفرع العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان، عضو اللجنه المركزيه المحامي بهيئه اكادير. شكرا لزميلي عبد الكريم ميران من بلاتو يعني قناه ريمال تي في. يتمنى لكم سنه سعيده، الى ان نلقاكم في حلقه قادمه. دمتم في رعايه الله.